الدكتور علي القحطاني مورث الكوري اخصائي الاستشاري النفسي، طبعا في سؤال هنا يتعلق بحدوث المرضى المقرر عن الزواج خوفا من تاثير القرار ونحن نعيد العلاقات الزوجيه، كيف تنصح شاب او شابه على مستقبل العمر وطبعا حين حيمشوا علاقه جديده في خلال الزواج، كيف تنظر لها؟ كيف تنصح مريض بها؟ او كيف تساعد؟ كيف تصير تساعد من ناحيه؟ لا هذا حين طبعا لما يجي المرض طبعا على اي مريض يصاب في مصر الكروت طبعا يكون طبعا يصاب في الخدمه عموما اي مرض طبعا سواء المرض اللي نتكلم عنه او اي مرض اخر الخدمه اللي تجيه طبعا للشخص تأخذها فترة إلى أن يعني الإنسان يتقبلها. الفترات اللي تروح يعني موجودة عندكم في الكتيب طبعاً فصل 27 أن إذا تعدى الإنسان مرحلة الصدمة وتقبل المرض هذا طبعاً ما يمكن تقبل يعني المرض هذا ما يقدر أن يتقبله إلا إذا كانت ثقة بالله أولاً كثيرة وثانياً الطبيب المعالج. إذا كانت الثقة طبعاً موجودة وثقة بالله ثم الطبيب المعالج إنها في محلها فيستطيع أنه يعمل من خلال الاستجابة طبعاً إلى توجيهات الطبيب والأدوية وطرق العلاج متابعتها إلى الحد من طبعاً النوبات في المرحلة. أما من ناحية النفسية طبعاً يعني تعرف أي إنسان تجي أي مرض زي هذا طبعاً هذا مرض من المرض يعني تتعب أي إنسان يجي المرض هذا كي تتعب نفسياً بالفرق فيها بالفرق القرار ويعجب عن مو في الزواج حتى يعجب حتى عن هيك رسالة عن دورة الصناعة هي مش المريض فقط رسالة للمجتمع أيضاً نظرة على المريض كيف ما نقدر تقول المجتمع يعني إذا كان شاب يريد أن يتزوج وعنده المرض كيف تريد المجتمع أن ينظر لهذا المريض؟ طبعا يعني خلينا نتكلم عامية شوي لو طبعا لو يجي واحد مثلا يخطب مثلا من عندي ولا من عندي أحد ويكتشف إنه عنده والله مرض كبد مثلا على طول الأب طبعا يقول مثلا لا أو مثلا إنه يرفض أو يفكر مرتين قبل مثلا ما يزوج البنت او يتقبل هذه ولكن نرجع هذه ترجع لدرجه الايمان بالله قبل كل شيء اللي هو التوفيق طبعا من الله والطبيب المعالج اللي ممكن انه يعني المرض هذا لا يكون يتشهد الى درجه خارقه طبعا اذا كانت درجه خطيره مثلا او وصل الى مرحله معينه يعني ممكن مع احد اذا كانت في البدايه مستطيعين انهم يسيطروا عليه فأتوقع أن يعني لابد من المساعدة من قبل الأهل ومن قبل المجتمع أن يتفهم المرض هذا أنه إذا كان في مراحل طبعا مراحل بسيطة منه ممكن الإنسان يتقبلها يعني لا يكون الحقيقة أولا من ثم موضوع لهذا كثير مهم يكون هناك توعية وكان مثيرة بسيطة من هذه الجزء الأولى أنه المجتمع لابد أن يعرف مع هذا المرض أنه هذا المرض يمكن أن يختلف نحن نعرف الدكتور ديار ذكر في الشريط انه ثلثين او اكثر من ثلثين مرضى هذول يستمرون بلا سنه تقاعد يعني دخل المادي بالنسبه لنا لن يتاثر يعني المريض لن يعيش يستطيع ان يعيش حياه طبيعيه لكن في تكيف فهذا لا يمنع انه يقيم علاقات يتزوج وينجب هذا شيء مفتاح للمكان